أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في برنامجكم ماشية الصحافة، وهذه جولة صحفية جديدة نرصد من خلالها ماشيتات كبريات الصحف المحلية والدولية مع ضيفي هنا في الاستوديو. بالبداية نبدأ مع المحلل السياسي الدكتور يوسف المطيري، حياك الله معنا. أهلا وسهلا، حياك. وأيضا في الطرف الآخر رسام الكاريكاتير محمد ثلاب، يا هلا، حياك الله. إذن مشاهدينا بعد الفاصل نبدأ معكم كالعادة بصحافتنا المحلية. نستهل جولتنا مشاهدينا في الصحافة المحلية بالتحديد من جريدة الراي ونقرأ هذا العنوان: 150 مناقصة كتب للعام الدراسي المقبل، التربية تنتظر الضوء الأخضر للمناهج. وفي تفاصيل تقول الراي أن وزارة التربية تتجه إلى طرح نحو 150 مناقصة لطباعة كتب العام الدراسي المقبل 2023 و2024، منها 80 مناقصة للفصل الدراسي الأول و70 للفصل الثاني، فيما ستقوم مطبعة الحكومة في وزارة الإعلام بطباعة نحو 4 كتب فقط، وتقوم المطابع ودور النشر بطباعة البقية وفق ميزانية الطلبة في المدارس وما يقرره قطاع البحوث التربوية والمناهج. الصحة: توظيف مباشر الأطباء البشريين والأسنان من أبناء الكويتيات. تحت هذا العنوان كتبت جريدة الأنباء تقول إن وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي أصدر قرارا وزاريا يقضي بالتوظيف المباشر للأطباء من أبناء الكويتيات، وحدد القرار الاشتراطات الخاصة بالتعيين لوظيفة طبيب بشري وطبيب أسنان والمزايا المالية التي تشمل منحهم الراتب الأساسي وبدل طبيعة عمل وبدل الخفارة والمكافآت المالية وبدل سكن وعلاوة غلاء المعيشة وزيادة خاصة. ما في جريدة القبس مشاهدينا، حيث كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية بالتكليف عبد العزيز المطيري أن تحديد فئات الغاربين المتوقع دفع ديونهم من تبرعات حملة فزعتكم فرحة لهم بات في اللمسات الأخيرة، وأضاف أن وزارة الشؤون تعكف حاليا على تحديد الفئات التي سيتم سداد ديونها من مبالغ تبرعات الحملة، مشيرا إلى أنه في ظل ضخامة أعداد الغارمين ستمنح الأولوية لفئات عن غيرها في سداد ديونها، وهي ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والنساء، وستتم مخاطبة وزارة العدل لاحقا بهذه الفئات وآليات استحقاقها. أما في جريدة الجريدة مشاهدينا فكتبت أن وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ستبدأ الأسبوع المقبل دراسة عطاءات بندي مناقصة توريد عدادات الكهرباء والماء الذكية، تمهيدا لرفع توصيتها إلى الجهاز المركزي للمناقصات بأفضل عطائين مناسبين. وقالت مصادر مطلعة في الوزارة أن الوزارة تلقت العطاءات التي تم فضها في الجهاز المركزي للمناقصات تمهيدا للبدء في دراستها من الفريق الذي سيتم تشكيله لهذا الشأن، متوقعة أن يعتمد الوكيل المساعد لقطاع خدمات العملاء قريبا قرار تشكيل الفريق المعني للبدء في دراسة العطاءات. في جريدة النهار نقرأ هذا المانشيت: الائتمان 100 مليون دينار قروضا في 3 أشهر. وتفصيلا تقول النهار إن المتحدث الرسمي باسم بنك الائتمان الكويتي حباري الخشتي قال إن أداء البنك خلال الربع الأول من عام 2023 حيث بلغ إجمالي مبالغ القروض المصروفة تفوق 100 مليون دينار خلال الربع الأول من عام 2023، فيما بلغ عدد الخدمات الإلكترونية المقدمة من البنك أونلاين تفوق 300 ألف خدمة، وجاء ذلك نتيجة ميكنة خدمات البنك وجعلها متاحة إلكترونيا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
نختتم جولتنا في الصحافة المحلية مشاهدينا من جريدة الوسط، وفيها نقرأ الجريفة مخالفة الجواخير غير المنتجة وسحب القسيمة. وتقول الوسط أن مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالتكليف مشعل الجريفة حذر من ارتكاب أي مخالفات في الجواخير وحيازات الإنتاج الحيواني، والذي لن نتهاون إزاءه في تحرير مخالفات ومن ثم تطبيق القانون 69/2020 وسحب القسيمة من المخالف وإلزامه بدفع الغرامة المقدرة ب10,000 دينار. مشاهدينا ننتقل وإياكم إلى الصحف الدولية بعد هذا الفاصل. من صحيفة تياني شفق مشاهدينا نبدأ العناوين الدولية، حيث ذكرت بأن وزارة الصحة السودانية أعلنت الأربعاء ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى 512 قتيلا منذ بداية الاشتباكات منتصف أبريل الجاري. وقالت الوزارة في بيان إنها تجري ترتيبات مع المسؤولين لتجنيب المعمل المرجعي والمستشفيات المركزية ضرب الأسلحة والمقذوفات الحارقة. وذكر أنه تم التواصل مع قادة الطرفين الجيش والدعم السريع لضرورة تجنيب المنطقة المركزية التي بها معمل الصحة العامة المرجعي أستاك لعمليات الضرب والمقذوفات الحارقة حتى لا يتسبب المعمل في إحداث مشاكل صحية أكبر. إذا نقف عند هذا الموضوع معك دكتور يوسف، إذا عدد الضحايا كما ذكر الخبر في ارتفاع مخيف للأسف يعني في السودان في هذا الصراع الداخلي، ألا يدخل ذلك ضمن جرائم الحرب؟ نعم، الحقيقة ما يحدث في السودان الآن الحقيقة مأساة كبيرة جدا نشاهدها مستمرة منذ منتصف أبريل الماضي، ونجد الحقيقة ارتفاع كبير جدا في أعداد الضحايا، وأيضا هناك تأثير على الجانب الغذائي والصحي بشكل كبير جدا، خصوصا أن النزاع بدأ يعني يمس المناطق الصحية، وكل ما يتعلق بالجانب الصحي الذي أصبح ينذر اليوم بخطر كبير جدا على حياة الناس. إذن هذا الارتفاع الكبير الحقيقة وهذه المخاطر الكبيرة نتيجة لعدم ضبط النفس وعدم القدرة للتوصل لحل سلمي واستمرار هذا النزاع، والضحية طبعا المدنيين وغيرها من الجوانب التي تؤثر على منظومة الحياة الشاملة في السودان. ومن ثم لا شك أن مثل هذا الأمر يعتبر جريمة حرب، بأنهم جعلوا مسرح القتال يدور في المناطق السكنية، وأصبحت الضحايا اليوم من الناس المدنيين العزل الموجودين في بيوتهم. شفنا انهيارات لمباني، شفنا إصابات بالغة تمت، ارتفاع عدد كبير جدا في القتلى المدنيين. إذا هذا الحقيقة يشكل جريمة حرب واضحة، ويشكل يعني تهديد لحياة الناس، ومن ثم لابد من ضبط النفس، ويجب أن ينأى هذا الصراع بعيدا عن المناطق السكنية وتأثيرها المباشر على حياة الأفراد المدنيين، وتدخل دولي وعربي ضروري جدا لحسم هذا الخلاف حتى لا نكون أمام مأساة كبيرة مع تزايد الوقت والزمن في السودان الشقيق. نعم دكتور يوسف، نذهب معك إلى الطرف الآخر للاستديو مع رسام الكاريكاتير ضيفي هنا في الاستديو محمد ثلاب، حياك الله معنا مجددا، وتحدث عن فكرة كاريكاتير اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكاريكاتير اليوم عن الموضوع اللي قاعدين نتكلم عنه اللي هي أزمة السودان، الحرب اللي صايرة الأهلية اللي صايرة في السودان، أزمة يعني في على الشعب السوداني. سوينا كاريكاتير شوية يعني عن السلام في السودان، إن شاء الله نشوفها في نهاية البرنامج. نعم، ملامحة بادئة واضحة في هذه الرسمة المبدئية، لكن في نهاية الحلقة نشوفها كاملة إن شاء الله بإذن معك. الله. إذا مشاهدينا، تحت عنوان منظمة الصحة العالمية تجري تقييما للمخاطر بعد احتلال مختبر في السودان، نقلت لوموند عن منظمة الصحة العالمية قولها إنها تجري تقييما للمخاطر الصحية بعد أن استولى أحد الأطراف المتحاربة على مختبر في العاصمة السودانية الخرطوم، حيث توجد عينات من مسببات الأمراض شديدة العدوى بما في ذلك الحصبة. وأعلن مديرها العام تيدوروس غيبريسوس أن وكالة الأمم المتحدة التي نبهت الثلاثاء إلى الخطر البيولوجي الهائل، وقال في مؤتمر صحفي في جنيف لم يعد بإمكان الفنيين الوصول إلى المختبر، مما يعني أن المختبر لم يعد قادرا على أداء وظيفته التشخيصية والإحالة العادية. وأعرب عن قلقه من أن الأشخاص الذين يشغلون المختبر قد يتعرضون بطريق الخطأ
لمسببات الأمراض المخزنة هناك. إذن ليس هناك فعل محرم في هذا الصراع للأسف الدائر في السودان. حتى المختبرات لم تنجي من سيطرة البندقية، ما تفسير ذلك؟ الحقيقة للأسف نجد الحقيقة أن الأمر يصل إلى هذا الحد، أن يتم احتلال مختبرات صحية ومراكز صحية، ولا شك أن هذا يمثل خطر بيولوجي كبير جدا. يعني ممكن أن تظهر مثل هذه الأشياء المسبب الأمراض، خصوصا شديدة العدوى، وقد تنتقل هذه الأمراض بين المدنيين وبين الأفراد، وفي ظل الحقيقة الأزمة الصحية الآن الموجودة وعدم القدرة على الوصول إلى هذه المختبرات والمراكز ونفاذ الأدوية، سنكون أمام مأساة إنسانية كبيرة جدا بانتشار عدوى فتاكة لهذه الأمراض التي ستنتقل وتسبب الحقيقة يعني مأساة كبيرة. إذن هل يصل الأمر أن تقوم فئة باحتلال مثل هذه المراكز؟ أعتقد الأمر تخطى الحدود الطبيعية، وأصبح الصراع الآن يمس حياة الناس، لم يعد صراعا بين قوات جيش وقوات التدخل السريع لحسم المعركة، ولكن مثل هذا الأمر الذي الآن أصبح خطر حتى على حياة الناس الذين يريدون أن يصلوا هذه المختبرات، ولكن لا سبيل للوصول لمنع يعني كارثة إنسانية وكارثة صحية كبيرة. إذا ندعو الحقيقة لضبط النفس ويعني الاحترام الجودة للعقل، وعدم جعل هذه الأماكن المدنية مركز للصراع وأن تبتعد عنه، حتى يعني نحافظ على حياة الناس ونحافظ على مسببات أمراض قد تفتك بهذه البلد، وبالتالي قد نصل إلى أمور لا تحمد عقباها في حالة الاستمرار مثل هذا النزاع. إذا نحن الآن حدود المحرمات للأسف يعني لم تعد لها حدود واضحة أمام هذه القوات المتنازعة، وبالتالي أصبحت اليوم هناك خطر داهم يجب أن يوقف مثل هذا النزاع حسما للجانب الإنساني في السودان الشقيق. نعم دكتور وسادة المشاهدين، أيضا الموضوع السوداني شغل حيزا من مانشيتات الصحف المصرية، نتابع ذلك في تقرير مراسلتنا هناك أمل مسعد من القاهرة. صباح الخير على حضراتكم، أهلا بكم في استعراض إخباري جديد لأهم وآخر الأخبار حتى اللحظة، والبداية من السودان، وهي الأخبار الأبرز والتي تتصدر جميع وسائل الإعلام المحلية والعالمية، فتكتب بوابة روزا اليوسف: تحذير خطير من القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية إلى سكان العاصمة الخرطوم يفيد بأن قوات الميليشيا أصبحت ترتدي زي القوات المسلحة وتجوب المناطق، وعلى المواطنين اتخاذ الحيطة والحذر. وفي السياق ذاته أكدت بوابة أخبار اليوم على أن السودان يحتاج إلى جهود سلام عاجلة لتجنب أزمة لاجئين كبيرة، حيث شدد مسؤول أممي على ضرورة معالجة احتياجات اللاجئين بشكل عاجل، داعيا المجتمع الدولي إلى تقديم الموارد الكافية على وجه السرعة لدعم جهود المفوضية، خاصة وأنه يوجد أكثر من 4000 مواطن يبحثون عن الأمان داخل الحدود وخارجها. وفي هذا الصدد تقول بوابة أخبار اليوم نقلا عن منظمة اليونيسف أن الأطفال في السودان يعانون آثارا مدمرة بسبب الاشتباكات، وأن وجود ممرات آمنة لوصول الإغاثات إلى مستحقيها أمر غاية في الأهمية. أزمة السودان ممتدة والخيارات العسكرية تسبق السياسية، هذا عنوان مقال اليوم، حيث يوضح الكاتب أن كل السيناريوهات واردة ومحتملة، وهناك محاولات من دول الجوار الإقليمي لتقريب وجهات النظر، بينما القوى العالمية الكبرى لا تزال تتحسس مواقفها بصرف النظر عن البيانات الصادرة، وأطراف أخرى ربما تكون رابحة من استمرار المشهد السوداني بتلك الصورة. وعن كاريكاتير اليوم من جريدة المصري اليوم، حيث يجسد المواطن السوداني وهو يتلقى نفس العيار الناري الذي يطلقه بنفسه، أي أن ما يجري في السودان لا يدمر إلا السودان. وإلى هنا تنتهي جولتنا الإخبارية السريعة لهذا اليوم، وننتقل بحضراتكم إلى زملائي في استوديو منشط الصحافة. أشكر حضراتكم لطيب المتابعة، كانت معكم من القاهرة أمل مسعد، تلفزيون دولة الكويت. ننتقل معكم مشاهدينا إلى موضوع آخر في الغارديان البريطانية، تختار لافتتاحيتها هذا العنوان: رأي الغارديان في آمال اليمن، طريق طويل نحو السلام،
بعد سنوات من النزاع المدمر، ترى الأمم المتحدة أن هناك فرصة لوقف الحرب في اليمن، مع أن مخاطر التدهور لا تزال قائمة. وقالت صحيفة الجارديان في افتتاحيتها: كان الأمل صعب المنال في اليمن، وبعد الحرب المستمرة منذ أكثر من 8 أعوام وخسر فيها مئات الآلاف من الأرواح، معظمهم من المدنيين، فإن الوضع لا يزال يائسا، فأكثر من ثلثي السكان يعتمدون على المساعدات الإنسانية. إلا أنه بعد اتفاق الهدنة بين التحالف العسكري الذي تقوده السعودية والجماعة الحوثية التي تدعمها إيران في نهاية أبريل الماضي، عاش البلد هدوءا نسبيا. نتحدث هنا إلى موضوع آخر تحديدا في اليمن، أي أفق يعني للسلام في اليمن في تقديرك حدث؟ طبعا لا شك أن هذا النزاع الذي استمر الآن إلى ما يزيد عن 8 سنوات وصراع دموي كبير جدا وحرب، يعني الحقيقة أثرت على حياة الناس في اليمن والضحايا بمئات الآلاف، ويعني غيرها من الجوانب التي أدت إلى يعني وجود أزمة سياسية كبيرة في المنطقة. لكن من يرون أن هناك بصيص من الأمل ينظرون إلى جانب الهدنة التي وقعت بين الطرفين السعودي والحوثيين، ويعني الآثار المترتبة عليها، والتي قد تفتح المجال لمفاوضات وحلول سياسية في ظل هذه الهدنة التي تعطي نوع من الأمل أو بريق الأمل الحقيقة لإيجاد مخرج سياسي وحل سياسي لهذه الأزمة. الجانب الثاني أعتقد له دور كبير جدا، يعني عودة العلاقات السعودية الإيرانية والتفاهم على القضايا السياسية، ونعرف الحقيقة أن إيران هي داعم رئيسي طبعا للحوثيين في اليمن، ومن ثم يعني بدأ يعني الجانب الإيراني يقلل من عملية الدعم ويوقف هذا الدعم بشكل أو بآخر، وهذا قد يجعل هناك ضغط على الجانب الحوثي بالدخول في مفاوضات وإيجاد حلم سلمي، باعتبار أن الظروف السياسية المتغيرة نتيجة لعودة العلاقات قد تؤثر على منظومة قوة الحوثيين. إذن من يتحدث عن بريق الأمل هم يأخذون بهذين الجانبين في المحل، والتي نأمل الحقيقة أن فعلا يتم حسم الأمور بالحوار والحلول السياسية وإعادة الأمل لهذا البلد الذي عانى لسنوات طويلة، وليس من المصلحة استمرار هذه الحرب وهذا النزاع، لأنه سيكون الحقيقة له تأثير بشري وحياتي وإنساني كبير جدا، يكلف المنطقة والعالم الحقيقة خسائر كبيرة إذا ما استمر النزاع أطول من هذه المدة. نعم، نذهب إلى صراع آخر مع هذا الخبر. الولايات المتحدة تقول إن الأعمال العسكرية الروسية في سوريا تزيد من خطر التصعيد. تحت هذا العنوان نشرت صحيفة وول ستريت جورنال تقريرا أعده ديون نيسباوم، قال فيه إن المقاتلات الروسية حلقت قريبا من المقاتلات الأمريكية في سوريا بطريقة زادت من مخاطر التصعيد. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن المقاتلات الروسية والمسيرات تتحرش بالقوات الأمريكية في سوريا بوتيرة خطيرة بشكل يزيد من مخاطر الخطأ بين القوتين العظميين. وأضافت الصحيفة أن المقاتلات الروسية خرقت وبشكل متكرر الاتفاقيات مع الولايات المتحدة، وحلقت قريبا من المقاتلات الأمريكية فوق سوريا وفوق القوات الأمريكية. وقال الجنرال أليكس كرينغويتش الذي يشرف على العمليات العسكرية الأمريكية في هذه الأجواء فوق سوريا و20 دولة أخرى في الشرق الأوسط كقائد لسلاح الجو في القيادة المركزية الأمريكية: إنه جو مشحون بالنسبة لنا، ولا نستبعد ارتكاب خطأ. مضيفا: هذا يؤشر إلى انهيار في الحرفية بطريقة لم أرها في سلاح الجو الروسي. إذن نرى سنوات من التنسيق بين واشنطن وموسكو، خصوصا في الأزمة السورية السابقة، على مستوى التحركات العسكرية هناك. لكن ماذا إن وقع اصطدام، خصوصا في التقدير الخاطئ هناك بين القوتين العظميين؟ نعم، ما يحدث الحقيقة في سوريا الآن، نعرف أن فعلا خلال الفترة الماضية لم تكن هناك أحداث معينة تؤثر على منظومة العلاقة والأدوار التي تقوم فيها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا داخل طبعا سوريا، ولكن يبدو أن هناك تحرش واضح من قبل القوات الروسية بمسارات مختلفة من خلال الطيران المقاتلات وقربها من مواقع التي قد تهدد يعني جانب أمني، أو يحصل أي خطأ ممكن يعني يؤثر في منظومة التنسيق، ومن ثم قد تحدث أمور لا تحمد عقباها. إذن التخوف والتوجس هو أن تصل الأمور
إلى يعني مثل هذه الأخطاء ومثل هذه التجاوزات والتي قد تؤدي إلى صدام بين الجانبين. فاعتقادي أن الجانب الذي يعني يؤثر على هذا الدور هو الأزمة الأوكرانية الروسية والحرب، وبالتالي نعرف أن الولايات المتحدة تقدم دعم كبير جدا لأوكرانيا مع الأوروبيين، ومن ثم كأن ما تم الآن هو ردة فعل من الجانب الروسي ضد الجانب الأمريكي باعتباره هو يقف مع الجانب الأوكراني، وبالتالي هي نوع من الشد والجذب في المنظومة الحربية والعلاقات السياسية نتيجة توترها مع الأزمة. لكن نأمل الحقيقة أن فعلا ما يتم إيقاع أخطاء مثل هذه والتي قد تؤدي إلى صدام عسكري وحلول عسكرية، لأنه ليس من صالح المنطقة ولا العالم أن ندخل في صراع عسكري جديد بين الولايات المتحدة وروسيا من جانب، خاصة متعلق في السيطرة على الجانب أو المواقع في سوريا الآن. نذهب إلى صحيفة الشرق الأوسط معكم مشاهدينا، وتقول فيه أن الرئيس الصيني شي جي بينغ أجرى مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الأربعاء اتصالا هاتفيا طويلا، وبناء عليه رحبت به واشنطن فيما اتهمت روسيا أوكرانيا بتقويض مبادرات السلام برفضها الحوار مع موسكو بعد المحادثة بين حليفتها بكين وغريمتها كييف. وكتب الرئيس الأوكراني على تويتر: أجريت مكالمة هاتفية طويلة وبناءة مع الرئيس شي جي بينغ. أتابع أنه يعتقد أن هذه المحادثة الهاتفية وكذلك تعيين سفير أوكرانيا لدى الصين سيعطيان دفعة قوية لتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين. وأضاف زيلينسكي إن المحادثة مع الرئيس الصيني كانت طويلة وذات مغزى. أما في مجلة نيوزويك مشاهدينا، روسيا تستعد للأسوأ خلال موكب 9 مايو. يشعر الكرملين بالقلق من احتمال وقوع هجوم بطائرة بدون طيار خلال العرض السنوي في 9 مايو في قلب موسكو، وفقا لما ذكرته أحدى وسائل الإعلام الأوكرانية. تأتي المزاعم الواردة في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات الروسية أن الميدان الأحمر سيغلق بشكل غير مسبوق لأسبوعين قبل الاحتفال بذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية. النهار اللبنانية تقدم جردا يكشف تسجيل الانفاق العسكري في أوروبا عام 2022 ارتفاعا بوتيرة سريعة غير مسبوقة، حيث وصل بعد الغزو الروسي لأوكرانيا إلى مستويات لم تشهدها القارة منذ الحرب الباردة، وفق ما أفاد باحثون في مجال الأمن العالمي. وأوردت دراسة لمعهد ستوكهولم الدولي لإبحاث السلام أن ارتفاع الإنفاق الأوروبي على الجيوش ساهم بتسجيل الإنفاق العسكري العالمي رقما قياسيا للمرة الثامنة تواليا، حيث بلغ 2.24 تريليون دولار أو 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وعززت أوروبا إنفاقها على جيوشها عام 2022 بنسبة 13% أكثر مقارنة بالأشهر الثانية عشر السابقة في عام طغى عليه الغزو الروسي لأوكرانيا. في عنوان لها تكتب USA Today: عمر بايدن نقطة ضعف في ترشحه لإعادة انتخابه، لكن يمكن التباهي بسجله. وتنقل كاتبة المقال دونا برازيل أن 68% من الأمريكيين يعتبرون أن عمر بايدن كبير جدا لفترة ولاية ثانية، وفقا لما أظهره استطلاع للرأي تم إجراؤه في فبراير الماضي، إذ أنه سيبلغ 81 عاما في يوم الانتخابات عام 2024، وسيبلغ 86 عاما قبل أن يكمل فترة ولاية ثانية في يناير 2029. لذلك ترى الكاتبة أنه على بايدن أن يدرس تجربة الرئيس الجمهوري رونالد ريغان عندما كان في 73 من عمره وعيد انتخابه بأغلبية ساحقة في عام 1984 كأكبر رئيس في التاريخ الأمريكي حتى ذلك الحين، بعدما كان تركيزه منصبا بحكمة في حملته على ما أنجزه في ولايته الأولى وما يمكن أن يحققه في الثانية، بدلا من التركيز على عمره. لذا يجب على بايدن أن يفعل الشيء نفسه. مشاهدينا، وصلنا معكم إلى ما قال اليوم، لكن بعد هذا الفاصل. مقال اليوم مشاهدينا من صحيفة السبيل بعنوان: هل تلحق السودان بليبيا؟
يقول كاتبه عبد الله المجالي أن معظم المؤشرات للأسف تدل على أن السودان ينزلق بسرعة نحو السيناريو الليبي، حيث قوتان تتصارعان وتتقسمان البلد. عدم قدرة أي من الطرفين على حسم الصراع بعد مرور 10 أيام على اندلاعه، وفي ظل توقعات بعدم قدرة أي طرف على حسم الصراع قريبا، فإن الصراع سيستمر. ومع استمرار الصراع بحسب معظم الخبراء فإنه سيجلب معه تدخلات خارجية لصالح هذا الطرف أو ذاك، ما يعني تغذية الصراع وربما الدخول في حرب أهلية دامية. تسارع إجلاء الرعايا الأجانب دليل آخر على أن الصراع في السودان مفتوح على كل الاحتمالات إلا احتمال الاستقرار. للأسف فإن الصراع في السودان لا يلتزم بأي من قوانين الصراع في القانون الدولي، وحتى البعثات الدبلوماسية لم تسلم من الاعتداءات. الهدن العديدة التي أعلن الطرفان الموافقة عليها كانت مجرد إعلان من قادة هذا الطرف أو ذاك، لكنها أبدا لم تنزل كأوامر للميدان. مشاهدينا ننتقل إلى الكاريكاتير بعد الفاصل. نعود معكم مشاهدينا إلى الكاريكاتير مع محمد ثلاب في الزاوية الأخرى من الاستوديو. يبدو أن الرسمة جاهزة ونتحدث عنها بشكل تفصيلي أكثر. طبعا مثل ما قلنا قبل شوي الكاريكاتير عن معاناة الشعب السوداني، سوينا مثل ما نشوف على الشاشة البندقية وفوقها حمامة السلام اللي تمثل الشعب السوداني طبعا، وتمثل الأزمة الغذائية في السودان، تمثل الأزمة الصحية وغيرها من الأزمات الموجودة في بسبب هذه الحرب الأهلية الموجودة، اللي نتمنى إن شاء الله بالقريب الأمن والأمان للشعب السوداني والاستقرار مرة ثانية. فسوينا هذا الكاريكاتير، ونلاحظ حتى سوينا الباك جراوند اللون الأزرق اللي يدل على السلام. نعم، رسمة معبرة جدا منك العادة أستاذ محمد. نذهب أيضا لأخذ رأي دكتور يوسف المطيري حول هذا الكاريكاتير، ما رأيك في رسمة الكاريكاتير لهذا اليوم؟ طبعا واضح الحقيقة هي دعوة للسلام، والحقيقة يعني لا شك أن ما يحدث اليوم من في السودان من أحداث مؤسفة نتيجة للنزاع الداخلي، ويعني ما يؤثر على حياة الناس وظروف المعيشية والأوضاع السيئة التي سيكون ثمنها الشعب السوداني نفسه، ومن ثم هي دعوة للسلام ودعوة لتحكيم العقل والعودة للتفاوض والحوار لإنهاء هذا النزاع بأقرب فرصة وعودة الحياة الطبيعية للشعب السودان كما كانت في السابق إن شاء الله. نعم، إذن بهذا الكاريكاتير مشاهدينا ما وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. ما يسعني أن أشكر ضيفي معي في الاستوديو الدكتور يوسف المطيري المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. وأيضا رسام الكاريكاتير محمد ثلاب، يعطيك العافية. مشكورين. الشكر موصول لكم مشاهدينا لطيب المتابعة. نلقاكم في بداية الأسبوع القادم بإذن الله. إلى اللقاء.